والله الله مشاهدينا في حلقة جديدة من لقاء الرأي لمناقشة تطورات المشهد السياسي والقراءات القانونية والدستورية لهذا المشهد بشكل عام ويسعدنا أن نستضيف أو ضيفنا لحلقة اليوم من لقاء الرأي الخبير الدستوري الدكتور محمد الفيلي حياك الله دكتور معنا أهلا بك وأهلا بمن يتابعنا حياك الله يعني إحنا ما بقالنا شيء على انتهاء يعني على مشارف دور النقاد الحالي لو قرأنا بشكل عام دكتور قراءة سريعة لهذا المشهد بشكل عام الآن عندما نتكلم عن أي برلمان وظيفته تشريع ورقابة نعلم بأن في التشريع هناك جوانب فنيه طويله الامد تعتمد على دراسات طويله دراسات دقيقه وهذه الدراسات عاده تمتلكها السلطه التنفيذيه. اذا باستثناء فكره الذوق في التعامل الحس بالحاجات بالتعامل مع مشاريع القوانين نجد من الصعب على البرلمان ان ينتج قوانين متكامله وامامنا برلمان كانما هناك سياط الماضي على ظهره تجعله في العمليه التشريعيه يبحث عن لا اقول مسح ماضي ولكن اقول التعامل مره اخرى مع ماضي خاصه وان هذا البرلمان سياط الماضي دكتور ماذا تقصد فيها يعني هناك تركه قديمه والعديد من المشاكل اللي ما تجاوزها حتى المجلس الان نحن نتكلم عن مجلس دخله دخلته مجموعه كان في السابق لها موقف من دخول البرلمان اذا دخول البرلمان اليوم يرتب عليها تبعات تبعات على الأقل تبرر لماذا هي كانت غائبة أو مقاطعة تقصد م. مقاطعة، م. هذه التبعات الآن سوف تأتي بالضرورة مع الإرث التشريعي الماضي، م. لأن من المنطقي تقول الآن أنت تقول أنا كنت في الخارج أريد أن أدخل، يجب أن تبرر تبرر إما عندي مشاريع جديدة أنفذها أو أنني دخلت لأن كانت هناك تشريعات أرى بأنها سيئة إذا من المنطقي أن أدخل كي أعدلها من الواضح أن فكرة الماضي صار فيها نشاط أكثر من الأفكار الجديدة الآن لماذا لم يتم أكثر من فكرة التغيير تقصد تغيير تغيير آه. من باب وضع جديد اذا اذا كان في تركيز على الماضي. من جانب اخر الاختصاص الرقابي والاختصاص الرقابي يجب ان نعترف في كل البرلمانات، البرلمان اقوى في الاختصاص الرقابي منا في الاختصاص التشريعي. <applause> في الاختصاص التشريعي اكاد اقول هو بيتعامل برد فعل مع المشاريع اكثر من صانع لاقتراحات ضخمه. اذا اصبح هناك توجه للاختصاص الرقابي اكثر مع الاعتراف باننا امام برلمان يم لا يمتلك تمازج لا يمتلك فكره الاغلبيه التي تجعل اجنده واضحه <applause> اذا نحن بصدد لاعبين متعددين احيانا يرمون الكرة في ملاعب بعض وأحيانا يرمونها في ملعب الحكومة وهذا يمكن يجعل للمراقبة لذة لأننا أحيانا نكتشف أن الأهداف تذهب أو يعني التهديف يذهب في اتجاهات غير محشوبة. طيب هذا دكتور يشوف البعض أنه أثر على حصيلة اداء البرلمان بشكل عام، وإذا كنا نستلخص حصيلة البرلمان ب يعني التشريع، وهذا ما سبب يعني ضعف حتى بالتشريعات وقلة وندرة التشريعات اللي صدرت من هذا البرلمان. مرة أخرى يعني يجب أن نعترف بأن قدرة البرلمان على صناعة تشريعات خلينا نقول فنية مبنية على أسس ضخمة اقل من قدرات الحكومه لماذا؟ م. لان الحكومه تملك فريق استشاري اضخم. الان هذا اللي يجعل بعض البرلمانات تلجا لفكره التعاقد مع فرق استشاريه ويمكن هذا لا يزال حس التعاقد مع فرق استشاريه مو جزء مهم من الثقافه اللي البرلمانيه نعم. تقصد نعم اضف لذلك انك انت لا توجد عندك تنظيمات سياسيه عندها برنامج بنفس طويل او اجندات معينه واضحه الان اجندات اكاد اقول بلى اجندات ولكنها اجندات سياسيه قصيره الامد، اجندات اجندات تكاد تكون مصالح اي بس انا بس انا يعني لا ما اتكلم عنه فكر كامل اي بشكل عام إيه. هذا ضعيف عندنا إذا متوقع ما يحدث ويمكن هذا قوة فكره رد الفعل على الماضي اننا ننشغل بالماضي ان هناك تشريعات نعدلها هناك تشريعات نلغي فيها هناك تشريعات اكثر مما ننتج نظام جديد طيب ايضا دكتور المتابعون للمشهد البرلماني رصدوا في الاونه الاخيره يعني ما اعتبروه انحرافا في استخدام خاصه ادوات الاستجواب وغيرها واختلط فيها يعني النفس القبلي واختلط فيها النفس العائلي والطائفي وهذا ما صبغ بعض ال ال الاستجوابات بشكل او باخر هذا لا يعد انحرافا بشكل عام للعمل البرلماني والتشريعي يا سيدي الفاضل نحن نتكلم عن برلمان اذا نحن نتكلم عن مراه نرى فيها مجتمعنا. يعني بي بي بوضوح البرلمان يعكس المجتمع. في مجتمعنا ننتقد المظاهر السلبيه ونحن نشارك فيها. اذا لا اريد ان ارمي بالحجاره على البرلمان لان من الاخر العضو ماذا يفعل؟ يبيع البضاعة الذي يعتقد بأن الجمهور يريد أن يشتريها الخطاب الذي يقدم على المنصة ليس بالضرورة هو نفس الخطاب الذي تسمعه في الأماكن المغلقة هذه هذه نقطة أولى نقطة ثانية أيضا حتى نكون واقعيين هو لماذا ما تصف تقول قبلية تقول طائفية أنا أقول بحث الفرد عن إطار يحميه لماذا هو هذا لأن الفرد يعتقد عند مؤشرات أن الدولة مشروع الدولة لا يتعامل معه بذاته ولذاته يتعامل معه من خلال إطاره الـ الـ النظام يقول له أنت ليست لك قيمه بدون هذا الاطار اذا هو ينضوي يبحث عن اطار ينضوي آخر. تحته وكي يقدم لهذا الاطار الحمايه يجب ان يخضع هو لقانون هذا الاطار سواء قانون الطائفه او قانون القبيله او قانون المجموعه المناطقيه يعني حتى لا نتكلم فقط عن قبيله وطائفه هناك الفرد يبحث عن اطار لماذا؟ لأن يجد أن حمايته خارج هذا الإطار ضعيفة. الإطار زي. العام تقصد هو الإطار, الإطار قد يكون المحدد الإطار من الدولة. قد يكون الإطار المناطقي. م. قد يكون الإطار الانتماء الديني، قد يكون الإطار ما تسميه بالقبيلة أو العائلة الممتدة، وعلى فكرة ما نسميه قبيلة هو ابتكار منطقي في يوم من الايام ابتكار جدا كان منطقي ولذلك الفرد عندما كان يعيش في بيئه في بيئه الصحراء او بيئه الجبال على فكره القبيله ليست خاصه بشبه الجزيره العربيه القبيله موجوده في كل انحاء العالم اذا اتينا الى نموذج شبه الجزيره العربيه الفرد كان يلفي لقبيله والقبيله كانت تتبنى الفرد اذا كان يستطيع ان يكون مبدع ويقودها احيانا. والقبيله احيانا تنتج من احساس بالانتماء لاصل مشترك، واحيانا تكون نتيجه خلق ائتلاف. وهناك قبائل اسمها يدل على انها ائتلاف. اذا القبيله ابتكار انساني قديم. قديم لماذا قديم؟ لان الفرد قبل ظهور سلطان الدوله كان يحتاج الى اطار يحميه، اليوم التحدي الحقيقي امام الدوله اما انها توصل رسالة للفرد انك كمواطن لك حقوق بصفتك مواطن واما انها تعجز عن توصيل هذه الرساله فيذهب فيذهب الفرد ويبحث عن اطار هذا الاطار يسميه قبيله يسميه الان كل هذا من المنطقي ان ينعكس على البرلمان خاصه ناتي الان لعنصر اضافي انك صممت النظام البرلماني بعيد عن فكره التنظيم السياسي انت تقول للناس انتخبوا انتخبوا بدون وجود مشروع سياسي واضح اذا سوف يتجه الانتخاب الى الاطار الضيق لان مه. هذا اللي موجود اذا مرة ثانية لا أدري إذا كنا ندور في حلقة مفرغة ولكن من الصعب أن الوم الأفراد ما هي البدائل التي أمامهم؟ من الصعب أن الوم البرلمان لأنه يلعب بالأوراق التي أمامه. وإن كان أيضا يجب أن نعترف بأن كل هذا على المدى البعيد سيء على المدى البعيد يضعف مشروع الدولة. وأيضا هذا سيؤثر على مشروع الوحدة الوطنية وهو المشروع العام الذي أتوا من خلال هؤلاء النواب وتواجدوا كأعضاء في البرلمان مع الحكومة تحت راية أو شعار الوحدة الوطنية هذا 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 هذه الجزئية تأثر الدكتور سنناقشها معك لكن بعد فاصل قصير مشاهدينا فاصل ونعود من جديد أهلا بكم مشاهدينا في لقاء الرأي دكتور محمد الفيلي الخبير الدستوري آه النظرية اللي تكلمت فيها قبل شوي خاصة نظريات الأطر هذه الناس الحين قاعد تشوفها أن إذا وصلت المسألة إلى إلى تهديد الوحدة الوطنية وفي في تحت قبة البرلمان فهذا أيضا مرحلة خطيرة يمكن تمر فيها الدولة إذا إذا صا أصبحت هذه النعرات متاحة ويعني وبشكل يعني جدا واضح تحت يعني في البرلمان تحت قبه قاعه عبد الله السالم العنصريه والطائفيه والمذهبيه وحتى العائليه الان لا تعتقد ان هذا الموضوع اساسا هو خرق لموضوع او قضيه الوحده الوطنيه اللي كلنا ننشدها هو أجزم ونعم اعتقد اعتقد بمعنى العقيده وليس بمعنى الظن اجزم بذلك واجزم بان هذا خطر على مشروع الدوله اليوم وهذه هذه اشكاليه موجوده عندنا في المنطقه وليس فقط في الكويت عندنا انتقلنا من مرحله الكيان السياسي الى مرحله الدوله بطريقه سريعه بدون ان نعد المقومات الدوله في المنطقه في كثير من التجارب هي قامت على إما فكرة القبيلة أو حتى فكرة الوقود الديني وصلنا إلى الحدود الرسمية للدول وصلنا إلى الانضمام للمجتمع الدولي وتصدق فينا الآية قالوا آمنا ولما يبلغ الإيمان قلوبهم أه نحن في الظاهر دولة وفي الداخل أه كيانات كيانات م. هذا يؤثر على امن الانظمة اليوم كل الانظمة انا اتكلم عن شبه الجزيرة العربية كلها محتاجة الى العودة لفكرة المواطنة لانها كمشروع بعيد المدى تواجه مخاطر الامن الاجتماعي السلم الاجتماعي بدون هذا مهدد، عندما ندير المشروع السياسي على اساس احتراب اطراف المجتمع نضرب شيعه بسنه نضرب من نسميهم حضر بمن نسميهم بدو، وعلى فكره لا يوجد بدو في الكويت ولا ما ادري عن بقيه بلاد شبه الجزيره العربيه كل اللي موجودين حضر بمعنى يسكنون الحواضر نعم. نعم, هناك هناك من يستشعر انتماء قبلي اكثر منا وذلك انا لكنه في حياه مدنيه بطبيعه الحال هي ليست بداوه هي هي هويه قبليه يستشعر انتماء قبلي ولكنه ليس بدوي عندما نقوم بهذه او 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 اداره العمليه السياسيه تقوم على اساس هذا الاحتراب نحن نفقد عنصر من عناصر الامن لان اليوم كل هذه الكيانات السياسيه في المنطقه تعيش قلق. نعم صح طيب دكتور انت قلت يعني اذا كانت هذه الكيانات اذا كانت كيانات قبليه او عائليه او طائفيه او غيرها فهي إذا كانت بهذا الشكل وبهذه الصورة وصلت لهذه المرحلة ستشكل خطر على الدولة إلى أي مدى نحن بحاجة لتطبيق إذا قانون الوحدة الوطنية الموجود عندنا على الأقل صيانة هذا القالب الآن نعم نعم الآن يعني أنت بدأت بطرح الفكرة قانون وأنا ممن يقولون يعني برغم أن يفترض أني أنا أدرس القانون ممن يقولون دائما بأن القانون هو واحد من ادوات التاثير على السلوك الانساني. التعويل فقط على القانون هو شكل من اشكال خداع الذات. انت تستطيع ان تضع قانون للوحده الوطنيه ولكن تواجهك مشكله التطبيق. مشكله التطبيق انت تتردد لانك جزء من اداره لعبتك السياسيه اني اخلق مواجهه بين طرفين. هذه اشكاليه عندك. اثنين كي تجعل الناس يستشعرون فكره الوحده الوطنيه لا يكفي ان تقول لهم من يقول غير ذلك يذهب للسجن انت تحتاج اولا الى نموذج بالفعل يتعامل مع الافراد باعتبارهم مواطنين وليس باعتبارهم جزء من كتل انت تحتاج الى حتى ترتيبات اجتماعيه اليوم قد يكون هذا بالصدفه قد لا يكون بالصدفه عندما تجد حتى او بعض المناطق السكانيه هي قائمه على وجود كتل متجانسه، كتل اجتماعيه متجانسه. يقال لي احيانا بالصدفه الناس يريدون ان يكونوا مع بعض مع ان في مناطق سكنيه هي توزيع ما يسمى توزيع حكومي. اذا اذا انت مهم انك تضع القانون، لا اقول لا نضع القانون ولكن ايضا لا نقع بفخ الاحساس بالتخلص من المسؤوليه بوضع قانون، الاحظ في احيان معينه تواجهنا مشكله لا نحسن حلها فنضع قانون كي نبرئ ذمتنا ويخلصنا من خلاص احنا <applause> حطينا قانون بس معي. طيب دكتور اذا وصل الموضوع الى الاسراف في استخدام المساءله السياسيه في البرلمان وهذا موضوعنا بشكل او باخر. وهذا الاسراف اصبح بصبغه نفس ما قلت لك احيانا طائفيه قبليه عنصريه عائليه ايا كانت تتوقع اذا كان هذا النهج الان الحاصل سنشهد المزيد من الاستجوابات برلمانياً في المرحلة القادمة واحد يعني الآن خلي, خلي نفكك الموضوع ثم نعيد تركيبه أنا أعتقد جزء من إشكالية الاستجواب إن إحنا نربطه بتحريك المسؤولية السياسية و او بالاحرى نقدم كثير من من يدير العمليه الحكوميه مستعد لتقديم الكثير كي لا نصل لتحريك المسؤوليه السياسيه. هذه هذه الحال يعني هذه الجدليه تؤدي عمليا الى زياده حده الاستجواب، لان كل ما اريد طلبات انا اصعد في الاستجواب فانت تصعد في في تقديم الطلبات. هذا عنصر اول ومن الأفضل أن نصل إلى سياسة حسن المواجهة من سياسة التغذيات بس هذا عنصر في إدارة الموضوع العنصر الثاني استخدام لغة الصراحة لا يوجد أي نظام حكومي بلا أخطاء صفر بالمئة أخطاء يجب أن تكون هناك سياسة مكاشفة ومواضحة حل. هذا شكل الشكل الثالث اليوم داخل العمليه البرلمانيه انت لم توفر من خلال التنظيم الواقعي للائحه فرص مواجهه مباشره انت دكتور؟ انت اليوم المواجهه المباشره الوحيده بين عضو ووزير وفق اللائحه الحاليه هي التعقيب على السؤال البرلماني ومواجهه جدا مؤطره في في بعض الانظمه السياسيه وهذا كان شكل من اشكال التعامل مع واقع البعبع الاستجواب فتحوا حولوا الى اسئله شفهيه مع اجابه في الجلسه مباشره اذا اذا بدل الاستجواب يصبح يعني بدل الاستجواب عمليه استثنائيه يصبح الاستجواب عملية عادية لأن أيضا العضو محتاج الى حوار مباشر، اليوم الحوار المباشر عمليا اللي مضمون هو الاستجواب. في راي اخر دكتور يقول هناك او بعض الدعوات تقول يعني مطالبه بانشاء لجنه نيابيه لدراسه الاستجوابات المقدمه، هل تسمح اللائحه لدراسه مثل الاستجوابات هذه المقدمه؟ الان في 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 شقين في هذه الاجابه او في التعامل مع هذا السؤال، الشق الاول اللائحه كما هي تقرر شروط للاستجواب ولكنها لا تقرر اليه للتعامل مع الاستجواب في حال الادعاء بان شرط من الشروط غير متوافر. هذه الآلية موجودة بالنسبة للسؤال موجودة بالنسبة للطلب طرح موضوع عام للمناقشة موجودة بالنسبة لتشكيل لجنة تحقيق ولكن بالنسبة للاستجواب غير موجودة عدم وجودها أدى إلى نشوء حلول عملية وهذه الحلول العملية لأن الطبيعة تكره الفراغ إذا أنت ما في عندك وعاء خاص سوف يصنع لوعاء واقعي. اذا ذهبنا من 2001 الى فكره عرض الموضوع على لجنه برلمانيه وغالبا هي اللجنه التشريعيه. اذا وجود مراجعه حاليا الفكره موجوده، الخشيه وين؟ ان تتحول المراجعه الى ملائمه الاستجواب وليس الى التزامه بالشروط المحدده. هل ستسمح اللائحه الداخليه؟ الان الان اللي اقوله حاليا م. نحن امام اجتهادات م. ويمكن المزعج في عمليه الاجتهادات ان احنا لم نستقر على شيء ففي كل مره يظهر اجتهاد جديد، ما في استقرار. اللي اخشى منه ان اي تنظيم يصل الى الملائمه وهذا يعني خطر. نعم هناك شروط مشروعيه يلت يلزم الالتزام بها، كي اقول هنا الشروط غير متوافره، اللي اخشاه ان نصل مع هذا الطرح في المراجعه الى الاستجواب جيد ام سيء؟ يجب ان يظل الحكم على جوده الاستجواب وسوءه للناس. للبرلمانيين لأن بالنهاية أي استجواب قد يكون ما تفضلت وقلت أن استجواب بنفس طائفي هل أستطيع أن أمنع الاستجواب بنفس طائفي أم أنني أواجهه وأنتقده أو ندخل أيضا في جدل دستوري أو شبهات دستورية تعطل أو تمنع مثل يعني تسمح أو حتى اللائحة الداخلية بانشاء مثل هذه اللجنه وناتي الى فكره م. الاجتهادات وهنا ايضا يجب ان نراجع نفسنا في الاجتهادات التي نقدمها وهذه الكثير من الاجتهادات دكتور راح نناقشها معك خاصه في الجلسه الاخيره اللي حصلت والتصويت على طرح الثقه في وزير النفط ووزيره الشؤون الاجتماعيه والعمل لكن بعد الفاصل مشاهدينا فاصل ونعود اهلا بكم من جديد مشاهدينا، دكتور وقفنا عند الجلسه الاخيره الخاصه بمناقشه طلبات طرح الثقه بوزيري النفط والشؤون. والجدل اللائحي يعني اللي شهدته حول اولويه تشكيل لجنه تحقيق او مناقشه طلب طرح الثقه بخيت الرشيدي. ما هي قراءتك؟ اولا لنعترف باننا امام موضوع تنظم لائحة هذه اللائحة التجارب تكشف احيانا عن حاجة لاعادة النظر فيها اقف عند مثال اذا اتينا لنص المادة 138 من اللائحة هذا النص اخذناه بمعزل املا من الممكن ان يقود الى الغاء طرح الثقة لماذا؟ لان مرتين يتكلم عن نهايه الاستجواب قال اذا ما في اقتراحات نرجع لجدول الاعمال واذا في اقتراحات تكون الاولويه للرجوع لجدول الاعمال اذا نظريا وفق هذا النص ممكن ان تقدم اقتراحات تؤدي الى الغاء طلب طرح الثقه حتى لو كان كامل من عشر أعضاء هذا النص لكن إذا رجعنا إلى نص آخر يتكلم عن طلب طرح الثقة بعناصر عشر مقترحين أحد النصين المادة 138 ممكن تجب المادة الثانية ولذلك أنا عندما قدمت أول قراءة للمادة 138 استشعرت بأن هناك إشكالية وهذا اللي خلى عندك رأي مسبق في هذا الموضوع وتراجعت عنه لسبب لأن وزنت الأمر في ظل نصوص أخرى واقعيا من الممكن أن نصل إلى إلغاء الغاء ماذا دكتور عشان يفهم لأن, لأن عندما, عندما يأتي النص ويقول إذا تزاحمت الطلبات يمكن للمجلس أن يأخذ قرار فيها الآن ممكن أتقدم بطلب تشكيل لجنة تحقيق مع طلب طرح ثقة مثلا وهنا وفق نص المادة في تزاحم طلبات أظن الإعمال للنصوص بشكل شمولي يمنع أن يجب طلب طرح الثقة بطلب آخر ولكن ايضا الماده 138 قائمه، اذا من المنطقي ان نصل الى امكان وجود طلبين. انت مع الراي هذا الان. اي نعم زائد زائد وهنا يجب توضيح اشكاليه موجوده في صلب اللائحه، وهي اتت الى حد ما من الدستور. اذا لم ناخذ بهذا الحل سوف نصل الى طلب وهذا يمكن مبرر العدول ان اذا لم ناخذ بهذا الحل سوف نصل الى وضع يمكن للحكومه ان تلغي طلب طرح الثقه لانها تصوت على الطلبات الاخرى. حاليا وفق اللائحه يمكن للحكومه ان تصوت على اي طلب باستثناء طلب طرح الثقه، اذا من الخطر أن نأخذ بنص المادة 138 مجرداً مع أن ظاهر النص يوصلنا لنتيجة إمكان جب الاستجواب لكن هذا خطر وبالتالي حتى لو كان النص يجيزة يجب أن تعمل نصوص أخرى معه كي لا نلغي أو أه. ما يحصل تصادم نعم أيضاً دكتور انسحاب النائب على الدقباسي من طلب طرح الثقة وطلب شطب اسمه من هذا الطلب دستوريا كيف تنظر لها أولا النص القائم يقول أن طلب يقدم من عشرة إذا يجب أن يكون هناك عشرة وهو قدم معه. والنص يقول من يتقدم بالطلب يجب أن يؤكد وجوده من خلال التأك... يعني وقت تقديم الطلب الآن وقت التصويت هل يجب أن نتأكد من وجوده أو لا كان في سابقة ولكنها لم تتكرر في, في استجواب المرحوم الدكتور أحمد الربعي أنا ذاك الرئيس تأكد من وجود الطارحي الثقة يأتي السؤال هل العشرة شرط ابتداء واستمرار ام شرط ابتداء فقط انا من الناس اميل الى ان يكون شرط استمرار لماذا لاننا بالنهايه نحن امام اداه من ادوات المساءله السياسيه وبالتالي من الوارد ان يكون هناك تغير في مواقف اثنين وهذا اعتقد اعمق اننا اذا ما قلنا بذلك اولا نحن يعني سوف ندخل في حالة تباين مع مسلك موجود في اللائحة. اللائحة الاقتراح تسمح بالانسحاب منه وإمكان أن هل تسمح أحد اللائحة فعلاً؟ بالنسبة لاقتراح القانون، بالنسبة للاقتراح برغبة، بالنسبة للاقتراح بقرار، ولكن هذا غير منظم بالنسبة لاقتراح طرح, طرح الثقة غير منظم. هذه الجزئية غير منظمة فيه. إذن إذا قلنا بأن الاعتداد بفكرة سلطان الإرادة لا يكره الإنسان على استمرار في موقف لا يريده إذا أخذنا بهذه الزاوية أعليناها فنقول بجواز ذلك ولكن مع مع تنبيه أن فتح هذا الباب بدون محاذير بدون وضع ضوابط قد يؤدي إلى أوضاع سيئة، لماذا؟ لأنه ممكن ندخل في المناورة السياسية هو يتقدم ثم يساوم, يساوم جا... على ذلك. نعم يساوم آه. وذلك في اعتقادي القبول بذلك يجب أن يكون مصحوب بفتح الباب لتبني الاقتراح من قبل طرف بديل طيب. بدون هذا نفتح باب للمساومات طيب دكتور هناك أيضا من يقول أنه إذا كانت من شروط هذه الورقة التي يطلب فيها طرح الثقة بأي وزير كان هو توافر وجود عشر أسماء فيها إذا انسحب أحد من هذه الأسماء يعني خلال هذه المدة قبل مناقشة الطلب أو تقديمه فعليا تسقط هذه الورقة هو النقاش كالتالي هل يجوز لأن ينسحب أم لا يجوز بالنسبة لي لا يجوز لأ إلا بشرط أن يُفتح المجال لدخول أحد بدلا وهذا اللي حصل اليوم. أي حصل في هناك بديل. بدون آه هذا، آه شطي آه بدون هذا. الشطي دخل. بدون هذا نفتح باب خطر لأن آه سوف نفتح باب للمساومات، سوف نفتح باب للمناورات. زين، دكتور خطر. لو لم يكن أحد من الأعضاء دخل يعني يدخل من يعني مكان الدقباسي في طلب طرح الثقة. هنا نأتي الى الاشكالية هل هذا الشرط هو شرط ابتداء واستمرار أم لا م. اثنين هل نحن بصدد نشاط لا نعتد فيه بفكرة سلطان الإرادة أنا أميل إن من حق الإنسان أن يعدل ولكن يجب أن يفتح الباب الآن تقول لي عدل ولا يوجد أحد للدخول هنا معناها في الأصل لم يكن العدد متوافرا بدليل أنه لم يدخل أحد بدلا منه رغم أن كان هناك ورقة سابقة فيها عشر أسماء نعم طيب أنت مع الدكتور أن عدم تنظيم مثل هذه يعني المسائل حتى وان كانت صغيره في اللائحه ربما تفتح المجال للكثير من الشبهات. اول شيء لنعترف باننا مهما وضعنا من تنظيم ستواجهنا فرضيات لم نكن نتوقعها. وهذا اهميه باب الاجتهاد. ان الحوادث غير متناهيه والاحكام متناهيه. لا تستطيع ان تضع احكام بقدر الحوادث اذا يجب ان يكون هناك اجتهاد مع ذلك تكرار بعض الحوادث يقودنا او ينبهنا الى وجوب التشريع يعني مثلا الان في قضيه النقاش في هل الشروط متوافره في السؤال ام غير متوافره؟ اسف في 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 الاستجواب هذه القضيه زادت فيها السوابق ولم تثبت فيها السوابق، اذا اصبح امامنا حلول متعدده، هذا ليس جيد. وتفتح باب اجتهادات طويل ربما قد تكون متعارضه، اذا من الافضل ان نعدل في النص. ايضا اي نص من المنطقي بعد فتره يجب ان تكون في مراجعه. من المنطقي ان تكون المراجعه اما دوريه، اما ربطا بالاحداث. من غير المنطقي ان نقول نضع نصوص ثم ننساها، حتى هذه النصوص يجب ان نمتحنها، هل تؤدي الى نتائج جيده ام لا تؤدي؟ م. فكره ان نضع نص ونبتعد عنه ليست فكره جيده، الان اليوم في توجهات لمراجعه دوريه للنصوص، وحتى على فكره تشريعنا الحالي في الكويت في دعوه لمراجعه النصوص، مثلا هناك نص لا اعلم مدى تطبيقه لان لم يوجد اعلان ان مجلس القضاء يضع ملاحظات عن القوانين التي يطبقها. لم اقرا عن هذه الملاحظات، قد يكون هو يقدمها لانه هو يقدمها لوزير العدل. قد يقدمها لوزير العدل، لكن انا كمراقب لا اعلم ان كان ان كانت هذه المراجعه بمناسبة التطبيق تحدث في بعض البلاد القضاء وهنا حدث في بعض الأحكام القضائية القاضي في الحيثيات ينبه إلى إشكالية تطبيق النص جميل دكتور في مسألة تأجيل تشكيل لجنة تحقيق في محاور الاستجواب كان لديك رأي حول عدم لائحية مناقشة تشكيل اللجنة قبل مناقشة طرح الثقة والان انت ترى موقف اخر او ترى راي اخر لا في هذه المساله انا كان رايي كالتالي ان يجب ان نضع معيار للترتيب اما يكون المعيار هو اسبقيه التقديم واما يكون المعيار وهذا اللي تدعوه للماده 138 قرار يؤخذ في الجلسه في حال عدم وجود قرار في الجلسه يفترض منطقيا نذهب الى معيار التسلسل الزمني ولكن لا يجوز لان اذا فتحنا هذا الباب سوف نفتح باب سيء <applause> الان, الآن تم تاجيل مناقشه اللجنة التحقيق الان لماذا تم التاجيل من الواضح ان لم يكن هناك اتفاق على فكره تشكيلها <applause> اتصور هكذا وهنا ناتي الان الى قصه ثانيه قصه قرار المجلس. طيب وسنناقش قصه قرار المجلس لكن ايضا بعد فاصل قصير. مشاهدينا فاصل ونعود. حياكم الله مشاهدينا. دكتور سمو الامير امير البلاد كان قد اكد في النطق السامي يعني خلال افتتاح دور الانعقاد الثاني للمجلس. ودائما يعني يقول ويوصي بتصويب مسار العمل البرلماني اصبح استحقاقا. الى اي مدى يعني فعلا نحن الان يجب ان نصوب هذا المسار دستوريا ومن اين نبدا؟ الان أه واحد وجوب التصويب من المنطقي ان حتى ما هو جيد يمكن أن يجود وفي هذه المسألة يعني أحب أن أقف عند عند أمر إحنا إما نبالغ في تعظيم الذات أو نبالغ في جلد الذات نظامنا البرلماني به مساوئ قولا واحدا ولكنه ليس أسوأ ما يمكن أن يحدث يعني على الأقل هناك آه نظام نيابي اذا آه هذا البرلمان ناتج عن انتخاب نظام الانتخابي تشوبه شوائب لا بأس ولكن نظام انتخابي هو ما يختار الناس بالنهاية الرفلة هي مسؤولة عن الخبز اللي تخبزه أيا كان أيا <applause> يعني كانت هذه الرفلة <applause> أيا <إن> كانت <applause> هذه الرفلة آه أيضا من ناحية ثانية هذا النظام يمكن تجويده اذا أنا أعتقد يجب ألا نبالغ في جلد الذات ولا نبالغ في تعظيم الذات إن ليس هناك من هو مثلنا هذه مسألة أولى نحتاج إلى قدر من الواقعية اثنين نأتي الآن إلى سؤال تصويب النظام البرلماني لنقول تجويد الأداء البرلماني نحن أمام موضوع هناك اكثر من اسلوب للتعامل معه. م. هناك وانا عندما اقول البرلماني اذا هيئه منتخبه اذا سلوك ناخبين اذا تنظيم عمليه انتخابيه م. هذا مدخل وهذا مدخل يستحق الوقوف عنده. نظام الصوت الواحد دستوريا هو سليم ولكن من عيوبه أن يفرز برلمان التنظيم في صعب لماذا؟ لأنك أخذت بمقدمتين مختلفتين فما وصلوك لنتيجة واحدة نظام الصوت الواحد نظام موجود في بلاد تأخذ بدائرة صغيرة والدائرة الكبيرة تستخدم هذا النظام البلاد التي تأخذ بنظام القائمة أنت أخذت مقدمة من هنا ومقدمة من هنا هذا يستحق أن يعاد التفكير فيه لا بأس أنت وضعت نظام من المنطقي أن تعود فتدرسه هذا منحة في م. تصويب هذا النظام لأن هذا النظام ناتج عن عملية محتاجين الآن آتي إلى أنا قلت هذا منحة آتي إلى انت امامك عمل برلماني اذا انت امامك هيئه تحكمها قواعد هذا اللي كنا نتكلم فيه م -م. بين استجواب وطرح ثقه والاولويات وانت تركز على ماذا اسلوبك هذا اعلى تخويف اعطى تخويف لنظام الاستجواب لماذا لانه ما في اساليب مباي... مواجهه مباشره اذا من الممكن ان تعيد فحص لائحتك الداخليه. هذا ايضا ارض لتصويب النظام البرلماني. جميل دكتور. أه يعني اذا سأ... طبعا انا هنا بت... الان لا اريد ان اثير موضوع الدستور لان هذه الوسيله الاصعب. وعندنا قوانين ايضا يعني لو نثيرها يعني ما راح نخلص بهالحلقه. اللي انا أقصدها انه كي نصل الى هذا الهدف م. من غير المنطقي ان نفترض ان هناك اسلوب واحد. طيب جميل. هناك ايضا قوانين دكتور يعني ومشروعات قوانين في مجلس الامه حولها خلاف كثير خاصه يعني في بعض الامور مثل قانون فرض رسوم على الوافدين. مثلا. انا اعتقد ان دائما وقت الازمات ياتي الطرح الديماغوجي او الطرح اللي اللي قائم على اثاره كثير من الاصوات تبعدنا عن واقع المشكله. اليوم يجب ان نحدد ماذا نريد. نحن نريد مجتمع يقدم خدمات تجاريه، انت تتتبع العمال والبسطاء وتقول اريد ان اضع رسوم على تحويلاتكم اذا انت مو متسق مع نفسك، زائد انت جربت نظام اللي هو الاتجار بالاقامات والان تريد ان تضع نظام الاتجار بالتحويلات لانك انت المنتج الذي تريد ان تضع القيمة عليه هو منتج يتداول المواطن ويتداول هذا العامل اذا جعلت فقط على العامل سوف تفتح الباب ونحن يعني عندنا تجربة في من يبيعون الكفالات واو اذا راح نخلق سوق ثانيه يعني, يعني تجار اقامات وتجار تحويلات تحويلات مثلا زين دكتور انا في نهايه الحلقه ابي كم سؤال سريعين يعني اذا سمحت لي اسالك عن رايك بمدى حريه التعبير في الكويت يا سيدي العزيز انا اقول عندنا هامش معقول من حرية التعبير ولكن نحتاج إلى واقعية في إعادة التقييم واحد التعبير عن رأيي يجب أن توضع على ضوابط قانونية وهي موجودة السب القذف ليس بالضرورة هو تعبير مباح عن رأيي اثنين موجودة القوانين دكتور موجودة القوانين وموجود التطبيق، اثنين ايضا نحتاج الى واقعية اليوم نحن ادخلنا نفسنا في فخ، ادخلنا نفسنا في مأزق. عندما اتينا وقررنا ان تحريك الدعوة في مواجهة النقد السياسي للدول بين قوسين الصديقة والشقيقة، فتحنا على نفسنا باب غير منطقي. أصبح الأصدقاء والأشقاء الحساسين إحنا ملزمين أن نحرك الدعاوى بدلا منهم وأصبحنا نضع نفسنا حتى في مأزق سياسي اليوم لماذا أنا أحرك الدعوة على من ينتقد الدولة ألف وهي دولة عربية ولا احرك الدعوه على من ينتقد الدوله باء يعني الان يعني تعتقد ان يعني هذا مثلا احنا وقعنا فيه وضعنا نفسنا فيه مم. لماذا لان كان مفروض يترك لمن يريد ان 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 يقدم الشكوى هو بنفسه يقدمها عندما ناتي الى تحريك الدعوه عن طريق بلاغ من وزاره الاعلام بناء على تواصل دبلوماسي نحن ندخل في لعبه ان نصبح احنا مسؤولين سياسيا امام الدول الاخرى لان راح يقول لك قانونك يقول لك انت اللي تحرك هذه الشكاوى لماذا تضع نفسك في هذا الموضوع تعتقد دكتور ان الكثير من القوانين الان اللي يجب ان يعاد النظر فيها وايجاد تشريعات بديله لإيقاف المزيد من هذه المعضلات أولا لنقلها هكذا في أي مجتمع من المنطقي أن نجري مراجعة دورية لنظمنا لقواعدنا زين إذا لا أريد أن أجعل هذا فقط مرتبط بحالات أنا ممن يرون بأن من المنطقي أن تجرى مراجعة دورية وأن, وأن يكلف حتى المجتمع المدني بتقديم رؤى في هذا المجال لم لا من المنطقي أن يكون ذلك ونتمنى أن تكون للأفضل يعني للأحسن ما تكون هناك قوانين أيضا الأفضل والأسوأ مسألة يحكم فيها المتلقي ولن تصل إلى مجتمع الكل يرى كل شيء بطريقه متطابقه، اساسا مو طبيعي ايضا المشرع دكتور يجب ان يكون أنا على درايه أنا كافيه انا, يعني أنا اقول المشرع ايضا يجب ان ينتبه من فكره الاصوات العاليه. م. نحن هنا نعيش حاله غريبه الاكثر علوا في الصوت نعتبره هو الاكثر تعبيرا عن رأي او اكثر تاثيرا والامثله كثيره خبير الدستوري الدكتور محمد الفيلي تطورات المشهد السياسي والقراءات القانونيه والدستوريه في هذا المجال في هذه الفتره كثيره شكرا لك على سعه صدرك ووجودك معنا اليوم شكرا لتلبيه هذه الدعوه الف شكر لك اهلا وسهلا اتمنى يعني الا نكون مزعجين جدا في طرحنا لمن يشاهدنا لا ابدا وانا متاكد من هذا آه مشاهدينا الكرام،, آه الكرام شكرا لكم على متابعه هذه الحلقه نشوفكم على خير ان شاء الله بعد رمضان في لقاء الراي كل عام وانتم بخير في امان الله